بسم الله على بركات الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تصوير جديد من سوق خميس مشيط المملكة العربية السعودية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. على بركة الله. إخوة الكرام، هذا السوق في كل سبت الساعة من الساعة 6 صباحا إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال. على بركة الله رأس السوق، الكوكتيل هنا هنا الكوكتيل، هذا فرق صغير يبدأ من 250 ريال، يعني 500 درهم مغربية. طائر الدر الهندي كذلك من 600 درهم مغربية. ما شاء الله، اللهم بارك. الكوكتيل كما تكلمت هو 250 ريال، يعني 500 درهم مغربية. سبحان الله وما شاء الله، والله مبارك. الزيبرا فينيش، الزيبرا من 50 ريال، العدد بـ50 ريال، الزيبرا هذا بـ50 ريال على الفرد، يعني 100 درهم مغربية كما تلاحظون. هذا بخمسة ريال، حبتين بخمسة ريال، لأني 10 دراهم يعني حبتين. الدجاج من 30 ريال هي 60 درهم مغربية إلى 50 ريال هي 100 درهم مغربية إلى 300 ريال هي 600 درهم مغربية حسب النوع والسلالة. الدجاج العادي من 30 ريال بالجملة، يعني ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك وزيد، اللهم ارزقنا من فضلك العظيم. وتحياتي للأخوة جميعا، وشكرا لكل من يشجع هذه القناة، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل الخير. الحمام ما شاء الله، الحمام هنا يبدأ من هذا النوع يبدأ به 50 ريال، قال لنا 50 ريال الفرد و 70 ريال على الزوج، 140 درهم مغربية الشرفة، و 50 هي 100 درهم مغربية. أتمنى أن أكون صادقا، ما شاء الله ما شاء الله، أتمنى أن أكون صادقا من كل قلبي، أنني أوصل ولو القليل من ثقافة هذا البلد. ما شاء الله تبارك الله، الأرانب الساعة 6 صباحا إخواني الكرام، والله العظيم كتمة، كنحس مكتوم، الجو مكتوم يعني. ما شاء الله تبارك الله، كما قلت الدجاج لا داعي للرجوع للكلام نفسه. فراخ الوزة تبدأ من 40 ريال 30 ريال 30 60 درهم مغربي 40 هي 80 درهم مغربي. البيض ما شاء الله تبارك الله، السمان يبدأ بخمسة ريال، يعني 10 دراهم مغربية موجود السمان. هذه الصغيرة يعني تبدأ من 10 ريال 20 ريال، يعني 20 ريال 40 درهم مغربية. الحمام موجود بكثرة إخواني الكرام، وما شاء الله السوق اليوم مملوء. الأرانب إخواني الكرام تبدأ من 30 60 درهم مغربية إلى 50 100 درهم مغربية حسب النوع والسلالة، تصل إلى 300 ريال سعودية هي 300 درهم مغربية، 600 درهم مغربي عفوا. دجاج البراهما هذا اللي تكلمت عليه هنا 300 ريال سعودي 600 درهم مغربية. ما شاء الله، اللهم بارك وزيد.
وتحياتي لكل من يشجعنا مرة أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. هذه الفرصة تبدأ من 15 ريال على الحزمة، يعني 30 درهم مغربية. هذه كتاكيت البط، هذه إخواني الكرام مفيدة جدا للمزارع، مفيدة جدا للمزارع، هذه تنظف الأرض من الطفيليات، من الميكروبات، من الدود، من الخنافس، من الحشرات، لمن له مزرعة. السمان كما قلت لا داعي لتكرار الكلام إخواني الكرام. ما شاء الله، اللهم بارك. الوز ما يسمى في المغرب لكن نسميه الكناري، كنار 70 ريال الفرد، 140 درهم مغربي. تحياتي لمن يقدر مجهودنا، جزاكم الله خير. هذه فئران الهامتارو أو الهماستر الصغير، يقول هو 54 ريال. هذه قطط رومية كذلك تبدأ من 100 ريال، 200 درهم مغربية. السمان اليوم بكثرة ما شاء الله. الزبرة هذا رخيص في الثمن. الباجي الزوج 140 ريال، يعني 280 درهم مغربية. فراخ الوز لا داعي لتكرار الكلام أو تكرار الأسعار حتى لا نقع في المال. ما شاء الله. الحمام، هذا الحمام الرقاص، الزوج 140 درهم مغربية. ما شاء الله. هذه بعض الأدوية إخواني الكرام، ولكن أعاتب صاحبها لأنه يتركها في الشمس. أي شيء كيماوي لا تتركه في الشمس. ما شاء الله. الأعلاف من 15 ريال، 30 ريال مغربية. الدجاج، الدجاج فرنسي إخواني الكرام، هذا قال 100 ريال الفرد، 200 درهم مغربية، وهو دجاج بياض. الحمام الفرنسي لا داعي لتكرار الأسعار إخواني الكرام. الأعلاف موجودة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. السوق في هذا اليوم هناك، يعني هناك إقبال على السوق، اللهم بارك وزيد. الدجاج البياض إخواني الكرام، هذا الدجاج الرومي أو ما يسمى في المغربي الكروازي، هذا الدجاج البياض إخواني الكرام. اللهم بارك. هذا الأخ مختص في الحمام ما شاء الله، أنواع وأشكال. هذا الرجل ما شاء الله عليه أنواع وأشكال من الحمام ما شاء الله. هذا أظن أن الرجل هذا مولوع بتربية الحمام.
الوز 100 ريال 200 درهم مغربية. نحاول تقريب لكم صورة أو ثقافة بلد آخر. ما شاء الله السوق منظم، يعني منظم بصراحة، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك وزيد، اللهم ارزق كل إنسان يا رب، اللهم ارزقنا وارزق الناس من الحلال يا رب، اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك. إخواني الكرام، أنت وشطارتك في الشراء، أنت وشطارتك، الشطارة في البيع والشراء يعني ليست حرام يا إخواني الكرام. ما شاء الله أنواع كثيرة، وللمعلومية فقط إخواني الكرام، هناك إقبال كثير، يعني هناك مجموعة تجار دخلوا للسوق. يعني أنا كنت في الأول أجد هذا المكان فارغ جدا، هذا المكان الأوسط، هذا دجاج باكستاني يا إخواني الكرام، ما شاء الله. والله متعود على أن المكان الأوسط يكون فارغ، ولكن ما شاء الله تبارك الله. اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله، الروز، فيشر، كوكتيل، كل شيء موجود لله الحمد لله. وكما قلت في الأول ب 250، يبدأ ب 250، 500 على الزوج، يعني 1000 درهم مغربي. بسم الله ما شاء الله. حتى المكان هنا الخلفي مليء كذلك. هذه أعلاف وأقفاص. البعض جيد. 140 ريال سعودي، يعني 280 درهم مغربية. موجود ما شاء الله بكثرة اليوم. هذا الألبينو إخواني الكرام، الألبينو 600 ريال، يعني 1200 درهم مغربية. الباجي، هذا زوج، الفيشر، الكوكتيل، كل شيء موجود لله الحمد. هذه فراخ صغيرة كذلك، البينو هذا من 250 ريال كفراخ صغيرة، 500 درهم مغربية. ما شاء الله، هذا باجي، روز، ما شاء الله. ولكن هناك كنيور، طائر كنيور. ما شاء الله، هذه الله، ما شاء الله تبارك الله، الله مبارك وزيد. هنا الرز بألوان وأشكال، سبحان الله، ألوان وأشكال، فلا داعي للعودة للأسعار. باجي كذلك، ما شاء الله،
تحية لكل من يشجعنا اخواني الكرام، تحياتي لكم. يقول من 20، الصغيرة ب20 والكبيرة ب50. الكوكتيل ما شاء الله، أنواع وأشكال، سبحان الله. تحياتي لكم جميعا وبارك الله فيكم وحياكم الله جميعا. ما من له أي فكرة انتقاد نقد منا حياك الله أخي الكريم، نتقبل آرائك. يعني جميع المواد هنا موجودة، سبحان الله، جميع أغراض الطيور موجودة هنا، ما شاء الله تبارك الله، كل شيء موجود لله الحمد. دخول طيور كثيرة هنا هذا اليوم، دخول طيور كثيرة، الزيبرا فينيش ما شاء الله. تحياتي لكم، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وتحياتي لكم، والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته.